خارجة من جامعة الشورجة، الحصلة على بكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي. عقب التخرج زولت مهنتي كأخصائية علاج طبيعي في مستشفى العسكري. بطبيعة تخصصنا هو العلاج الطبيعي، يحتاج الإنسان أنه يطور من نفسه، والحمد لله رب العالمين في فترة قصيرة حصلت على شهادات احترافية من داخل مملكة البحرين وخارجها. من بعدها تم ترسيبي إلى دورة عسكرية من قبل قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة الله يحفظه، إلى تنسيبي إلى دورة عسكرية في كلية سانتهرست. في البداية تمت إعدادي في البحرين والحمد لله اجتزت مرحلة الإعداد، ومن ثم انتقلت إلى كلية سانتهرست. بعد الإعداد انتقلت إلى الكلية. في البداية شفت كل شيء صعب، لكن الحمد لله كنت ممكن أن كنت مختلفة في المظهر، لكن مع الأيام أثبت لهم أني مشابه لهم في الأداء والعطاء. بعدها الحمد لله أنجزت، لكن في إنجازي واجهت مواقف صعبة، أيام صعبة، ظروف صعبة، لكن تغلبت عليها الحمد لله بالصبر والثبات، والحمد لله نقلت وثبت على القيم والمبادئ اللي عندي، والحمد لله رب العالمين أنا اليوم أنجزت، والحين أنا مكلفة في خدمة الوطن. أحب أشجع وأوصي أي امرأة بتسلك نفس السلك اللي إحنا سلكناه، سلك العسكرية أو سلك في عمل مميز، أن الإنسان يثبت نفسه بالقيم والمبادئ اللي هو تربى عليها، وأنه يتحلى بالصبر والعزيمة والإرادة لإنجاز المهمة اللي نعطى فيها. إحنا ما شاء الله عندنا شريحة عودة من البنات أخصائيات ومتخصصين في بعض الإصابات الرياضية، دورهم يعالجون الإصابات ويزيدون من وعي الرياضيين والعسكريين وحتى الفئة النساء اللي هو من بعد العمليات، تأهيل من بعد العمليات. نحط برنامج تأهيل ما بعد الإصابات، مثلا قطع الرباط الصليبي أو تبديل المفاصل، هذه حق كبار السن. ممكن زيادة اللياقة، زيادة قوة العضلة، ممكن في ناس يجونا مع إصابات مع آلام، ممكن أن احنا نعالج هذه الآلام ونعطيهم نصائح أن تفيدهم في مزاولة الرياضة والعمل. في الختام أحب أقول بالعلم وصدق العمل يرتقي الوطن.